تحت رعاية رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني وبدعم من السيد فرج بن علي بن غانم بن حمود الظاهري رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة بن حمودة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أقيم حفل الزواج الجماعي 17 وذلك بالمجلس الأسبوعي لرئيس مجلس النواب بالرفاع. وخلال الحفل كرم الظهراني 18 شابا وفتاة، مؤكدا دعم مجلس النواب لكل المبادرات التي من شأنها مساعدة الشباب البحريني، ومثمنا الدعم السخي لرجل الأعمال فرج الظاهري والذي يعكس عمق العلاقات البحرينية الإماراتية المتميزة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي يرعاها الظهراني وبدعم كريم من المؤسسات والشركات وأصحاب الخير والبر والإحسان داخل وخارج مملكة البحرين، وهي ضمن المبادرات الخيرية المجتمعية التي تدعم الشباب وتحفظهم وتساعدهم في تكوين الأسر وتربية الأبناء والأجيال الصالحة للوطن، وتساهم بشكل قوي ومباشر في تثبيت دعائم هذا المجتمع.